ومما يندرج تحت الرشوة ما يفعله بعض الناس من أخذ المال على الوساطة. أنت لست في تلك الدائرة لكنك تعرف أشخاصا، فيأتي إنسان ويقول أنا أوظفك في ذلك المكان نظير مبلغ من المال، وهذا منتشر الآن، يقول أنا أوظفك نظير مبلغ من المال. إن كان لدى هذا الرجل قدرة، بعض الناس ما شاء الله يمكن يدخل على أكبر مسؤول ويتحدث معه وعنده إقناع في الأسلوب ويذهب بنفسه ويراجع، هذا لا إشكال فيه، يجوز أن يأخذ، وهذا من باب الجعالة في الشرع، يسمى بالجعالة في الشرع. لكن هو لن يذهب، وإنما يعرف أشخاصا، فإن تقاسم معهم المال فهذا أعظم وأطم، لكن إن لم يتقاسم معهم، لأن بعض الناس ربما أنه يتقاسم المال، وهذا يشمل حتى مكاتب التعقيب أو معقبين. فليحذر المسلم من أن يدخل على ماله ما ليس بحلال، وإنما يعرف فلانا من الناس فيوظفه بناء على تلك المعرفة. لا يجوز أن تأخذ ولو ريالا واحدا إذا شفعت لأي شخص، سواء كنت في تلك الدائرة الحكومية أو لم تكن، في تلك الشركة أو لم تكن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في المسند وسنن أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: من شفع لأخيه شفاعة فأعطاه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: لما بعد أن ذكر هذا الحديث ذكر أيضا أثر ابن مسعود، لما سئل ابن مسعود عنها الرجل يشفع فيهدى له فيقبل تلك الهدية، قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال هي السحت بعينه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لماذا حرم الإسلام أن يأخذ الإنسان مالا على شفاعته وعلى وساطته؟ قال: يلزم على ذلك أن من يبذل، أن من يعطي المال هو الذي يوظف، وهو الذي يعطى، وهو الذي يقرب، وهو الذي يكف عنه الظلم. ومن لا يبذل مع أنه أحق لا يوظف ولا يقرب ولا يكف عنه الظلم مع أنه أحق. لما؟ لأنه لم يدفع. قال رحمه الله: ولما كانت المنفعة لعموم الأمة فيجب على الشافع أن يشفع نصحا للمسلمين، لأنه ربما يترتب على ذلك أن من دفع قد يكون فاسقا. قال: فلربما يولى الفاسق ومن ليس بأهل ويترك من هو أهل. قال: فيجب أن تنصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم، فتبين للمشفوع عنده من هو أحق بهذا العمل ممن ليس هو بأحق. قال: فكما يجب أن تصلي وأن تصوم، فيجب عليك أن تنصح للأمة فتخبر المشفوع عنده، تخبره بمن يستحق وبمن لا يستحق.